أهلا بكم. يصوت مجلس النواب الأمريكي اليوم على مشروع قرار قدمه الديمقراطيون، ويدعو مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور. ويمنح التعديل نائب الرئيس وأغلب أعضاء الحكومة صلاحية عزل الرئيس من منصبه عن طريق إعلان عدم أهليته لأداء مهامه. وبالتوازي مع هذا المسار، يعقد مجلس النواب غدا الأربعاء جلسة ستنظر في مشروع قرار قدمه ثلاثة مشرعين ديمقراطيين، ويتهم ترامب بالتحريض على التمرد، ما يتيح بدء إجراءات لمحاكمته في الكونغرس. من جانبه، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن المحاكمة البرلمانية بهدف عزله بقيادة بلوسي وشومر تعرض الولايات المتحدة لخطر كبير، وقال إنها ستتسبب في غضب كبير. فيما يخص العزل، فإنه استمرار لأكبر مطاردة للساحرات في تاريخ السياسة. إنه أمر سخيف، إنه سخيف للغاية. هذا العزل يسبب غضبا هائلا. إنهم يقومون بأمر فظيع. بالنسبة لنانسي بيلوسي وجاك شومر، فاستمرارهما على هذا النهج يمثل خطرا هائلا على بلادنا، ويسبب أيضا غضبا كبيرا، وأنا لا أريد أي عنف. من جانبه، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، قال إن الأولوية بالنسبة له هي بذل كل ما في وسعه لتأمين البلاد من التهديد اليومي والرئيس ترامب في منصبه. وأضاف شيف إن في لقاء مع شبكة MSNBC الأمريكية، أن المجلس يريد التأكد من أن ترامب لن يعود للحياة السياسية ليهدد أمن البلاد من جديد بعد 4 سنوات من الآن. الأولوية بالنسبة لي الآن هي عمل كل الإجراءات اللازمة لإزالة التهديد الذي نواجهه كل يوم والرئيس ترامب في منصبه. لو عدنا إلى المقاطع الصوتية للتصريحات السابقة خلال فترة المحاكمة قبل عام، لتأكدنا أنه يجب أن لا نترك التاريخ يعيد نفسه مع الرئيس ترامب، وأنه لن يعود بعد 4 سنوات ويطلق أكاذيب بشأن نتائج الانتخابات. في المقابل، وصف السيناتور الديمقراطي جو مانشون إجراءات عزل ترامب في مجلس النواب بالخطوة غير الحكيمة، مشيرا إلى أنها لن تنجح في كسب الأصوات الكافية في مجلس الشيوخ. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، قال مانشون أنه لا داعي للاستعجال في إجراءات عزل الرئيس، وأنه يمكن القيام بها في وقت لاحق إذا دعت الضرورة إلى ذلك. نحتاج لدعم 67 صوتا في مجلس الشيوخ، وحسابيا يجب أن يصوت 19 جمهوريا على إدانة ترامب للوصول إلى العدد المطلوب. لا أعتقد أن ذلك سيحدث، وعلى مجلس النواب أن يعلم ذلك. هذه خطوة غير حكيمة في وقت يحاول فيه الرئيس تضميد جراح البلاد وأن يكون رئيسا لجميع الأمريكيين، ونحن نواصل في الانقسام والقتال فيما بيننا مرة أخرى. وللوقوف على آخر المستجدات، ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من واشنطن مراسل الجزيرة مباشرة عمرو حسن. أحييك عمرو، ودعني أبدأ من الظهور الأول إذا صح التعبير للرئيس دونالد ترامب اليوم والحديث عن إجراءات عزله بعد أحداث الكونغرس. يعني لك أن تطلعنا عن أهم ما جاء في كلمته عمرو. كانت كلمة مقتضبة في الواقع أحمد، لكنها تحمل الكثير من الدلالات الضمنية على الأقل. الرئيس الأمريكي تحدث بشكل واضح عن مسألة العزل، لكن قبل ذلك تحدث أيضا عن مسألة التظاهرات وأدانها بشكل واضح، لكنه أيضا عاد فقال بأن مسألة العزل كما عرضت في المشهد قبل قليل هي مطاردة استمرت لمدة 4 سنوات، لكنه قال جملة في غاية الخطورة، قال بأن إن استمر مسلسل العزل الذي يتم الآن في الكونغرس فهذا سيؤدي لمزيد من الغضب في الشارع. أم متى كانت آخر كلمة قالها دونالد ترامب قبيل أو مماثلة لهذه الجملة؟ كانت يوم 9 يناير، بعدها بساعتين تم اقتحام الكونغرس، وبالتالي يتم قراءة هذا المشهد بأنه إشارة انذار أو إشارة ضمنية للديمقراطيين، إن استمر مسلسل العزل فقد يحدث ما لا يحمد عقبه. طبعا كل هذه تأويلات لما يقوله الرئيس الأمريكي، ما قاله صراحة إن استمر مسلسل العزل فهذا سيزيد من غضب الشارع. في الواقع هذا الكلام بالضبط. تفضل أحمد. لا أكمل عمري ما لديك، تفضل.
هذه النقطة بالضبط هي ما يؤكد عليها الآن في هذه الجلسة من ورائي التي الآن تعرض مباشرة، هي جلسة لجنة القواعد في مجلس النواب. النواب الجمهوريون في هذه اللجنة والتي تناقش التعديل 25 يقولون إن استمرت محاولات تنحية الرئيس الأمريكي سواء بتفعيل المادة 25 أو العزل، فهذا سيؤدي لمزيد من الغضب والانقسام في الشارع. لا يتحدثون عن تظاهرات، يدينون التظاهرات، لكن يقولون بأنه على الأقل إن كان جو بايدن صادقا في نية توحيد البلاد فعليه أن يتغاضى وأن يتجاوز هذه المرحلة. وماذا طالما نتحدث عن فكرة العزل، ماذا عن جلسة اليوم والتي ستبدأ بعد ساعات قليلة من الآن في واشنطن داخل مجلس النواب؟ عمر، الآن في هذه الجلسة هي لجنة القواعد تناقش كل ما يدور حول هذه النقاط النظامية والتشريعية لتفعيل المادة 25. لابد من الإشارة هنا بأن كل هذه الجلسات هي الآن جلسات رمزية. لماذا؟ لأن الأغلبية ديمقراطية، وبالتالي نتوقع أنه في تمام الثانية فجر صباح الغد بتوقيت مكة المكرمة سوف تعقد هذه الجلسة، يعني بعد ساعات من الآن، بعدها بساعة ونصف يتم التصويت. يتوقع أن يمر التصويت بأغلبية ديمقراطية، لكن في النهاية هذا التشريع غير ملزم لنائب الرئيس مايك بينس، وبالتالي نتوقع ألا يلتزم به مايك بينس. طيب ما هي الخطوة التالية؟ 24 ساعة بعد التصويت سوف يتم المطالبة وتفعيل لائحة الاتهام، اتهام البرلماني للرئيس الأمريكي، وبالتالي المضي قدما في مسألة العزل البرلماني. أحمد، نعم عمر، فيما يخص ما ذكرته الاف بي اي من أنها أصدرت تحذيرا قبل يوم واحد من اقتحام الكونغرس بأن متطرفين كانوا يحضرون لارتكاب أعمال عنف، هل لديك معلومات أكثر عن هذا الخبر؟ كان هذا في الواقع خبرا تم نشره عبر مكتب التحقيقات الفيدرالي بالأمس، لكن اليوم عادت شبكة NBC وقالت بأن هناك الكثير من الرسائل التي يتم تداولها عبر تيليجرام. تيليجرام أصبح هو الآن متنفس لكل من تم حجبه على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول بأن هذه المنصة الآن أصبحت هي نقطة تجمع كل مناصري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك إما للترتيب للتظاهرات المقبلة أو حتى لإعادة تشكيل ما هي الخطوات المقبلة في حال تم عزل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب. لكن حتى هذه اللحظة حاولنا التواصل مع جماعة QAnon على سبيل المثال، وهي أحد أهم الجماعات التي تقوم بالحشد لهذه التظاهرات بانتظار الرد من خلالهم. لكن أود الإشارة هنا بأنه حتى أصبح من العسير على أي مستخدم لمواقع الإنترنت الوصول لهذه التظاهرات عوضا عن التواصل معها. لماذا؟ لأن جوجل، فيسبوك، تويتر، تويتش، كل هذه، حتى بارلر الموقع الذي كان يتم استخدامه من قبل المحافظين، الآن تم حجبه على موقع عبر متجر تطبيقات أبل، وبالتالي أصبح متابعة هذه التنظيمات مهمة عسيرة عوضا على التواصل معها، وبالتالي تم اللجوء لهذه القنوات عبر تيليجرام على سبيل المثال. أشكرك شكرا جزيلا الزميل عمرو حسن مراسل الجزيرة مباشر، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من واشنطن. وللمزيد من النقاش ينضم إلينا في الاستوديو السيد ياسين حديد الخبير في الشأن الأمريكي. أحييك سيد ياسين، كما أحيي أيضا ضيفي عبر الإنترنت من واشنطن الكاتب الصحفي محمد المنشاوي. وأبدأ معك سيد المنشاوي، على ما يبدو أن هل كان تهديدا مبطنا من قبل ترامب عندما قال قبل قليل أنه يحذر من أن الإجراءات التي يقوم بها مجلس النواب الأمريكي ويقوم بها الديمقراطيون بشكل عام ستسبب غضبا عارما وخطرا على الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا الرئيس ترامب الآن يختار كلماته بعناية شديدة. هذه الكلمات لا تدينه على الإطلاق، لكنها أيضا تحمل تحذيرا وتهديدا في نفس الوقت. هو يحذر من مغبة استمرار الديمقراطيين في الزج بمشروع العزل في مجلس النواب، ويحذر من غضب قاعدته الشعبية، وهو محق في هذا الرأي. هو لديه الحرية أن يقول ما يقول، لكنه الاستفزاز سيزيد على القاعدة الانتخابية التي لها ولاء كبير للرئيس ترامب، وتستمع له وتحاول الدفاع عنه رغم كل شيء حتى هزيمته في الانتخابات. فأعتقد أن الرئيس ترامب كان محقا فيما قال إليه، أن إذا أقدم الكونغرس على إزاحته من منصبه، وهذا لن يحدث عمليا،
مجلس الشيوخ ما زال ذو أغلبية جمهورية، ولن يتم عزل الرئيس عن طريق مجلس الشيوخ، وإن مر المشروع القرار في مجلس النواب فهو يعرف أنها لن تنجح، لكن أيضا هي ستستفز القاعدة الانتخابية والموالين للرئيس. وكما رأينا في 6 يناير هناك الكثير والكثير من المتطرفين بين أنصار الرئيس ترامب. وهنا نقطة هامة جدا يجب على المشاهد العربي أن يفهمها، هناك تعديلات دستورية ونصوص دستورية مقدسة في الحياة السياسية الأمريكية. الأولى هي حرية التعبير عن الرأي، فهذا مقدس، لا يستطيع أحد أن يدين الرئيس على ما يقوله طالما ليس هناك دعوة إلى استعمال القوة. والمادة الأخرى هي التعديل الثاني، حق امتلاك السلاح، فهو شيء مقدس في الحياة السياسية الأمريكية، والملايين من الأمريكيين لديهم أسلحة كبيرة ونصف آلية ومسدسات صغيرة، فهذان الحقان يساعدان بصورة أخرى على حالة الفوضى الموجودة والمتزايدة الآن في واشنطن وخارج واشنطن. إذن من خلال هذا الكلام دعني أسأل السيد ياسين حديد ضيفي في الاستوديو، حتى من ما ذكره السيناتور جو مانشين وهو سيناتور ديمقراطي، وقال أن هذه الإجراءات، مسألة إجراءات العزل، هي إجراءات غير حكيمة، من الممكن أن تفضي إلى حالة من الفوضى داخل الولايات المتحدة الأمريكية وستزيد من الانقسام، تتفق معه؟ حقيقة الديمقراطيون واقعون بين المطرقة والسندان. مطرقة عدم تمكين الرئيس ترامب من الإفلات من المحاسبة والمساءلة بسبب ما حدث في 6 يناير من اقتحام لمقر الكونغرس، وسندان عدم تعطيل الأيام الأولى من ولاية بايدن. فالمضي في هذا الإجراء، محاكمة رئيس ترامب برلمانيا ستغلف 100 يوم الأولى أو ربما أكثر من ولاية بايدن بكثير من الشكوك، بكثير من العقبات. الإعلام والاهتمام سينصب على المحاكمة ومآلاتها وما إلى ذلك، وهذا سيعيق كما ذكرنا عمل إدارة بايدن، خصوصا أنه بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ على التعيينات والترشيحات. هنالك مناصب كثيرة ومهمة لا تستطيع أن تبدأ بممارسة مهامها إلا بعد مصادقة الكونغرس عليها، ومجلس الشيوخ تحديدا، ومجلس الشيوخ إلى الآن ما زال في يد الجمهوريين، وبالتالي النائب الجمهوري فعلا النائب الديمقراطي فعلا محق في تخوفاته، مسألة أن هذا قرار ربما لا يحمل كثير من الحكمة من قبل الديمقراطيين، لكن هم وجدوا أنفسهم في مأزق، لا يمكن أن يسمحوا لترامب أن يفلت من هذا الفعل فقط بسهولة، لأن هذا سيمثل سابقة لأي رئيس قادم أن يخرق القانون والدستور بهذه الطريقة الفاضحة ويفلت دون مساءلة. طيب سيد المنشاوي، على ما يبدو أن كل الدلائل تشير إلى أن الديمقراطيين لن ينجحوا في مسألة تفعيل المادة 25 وعزل ترامب عن طريق نائبه أو العزل بشكل عام، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يسير أو هذا التصميم من قبل الديمقراطيين على السير في هذا الطريق إلى نهايته؟ أعتقد أن السبب شخصي عند رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي. أعتقد أن الهدف الأهم هو إهانة الرئيس ترامب في آخر أيامه ومحاولة القضاء عليه سياسيا. هي والتيار الليبرالي الديمقراطي أعتقد أن من شأن أن يكون الرئيس ترامب الوحيد في التاريخ الأمريكي الذي يقدم الكونغرس على محاكمته لمرتين، ستكون سابقة توبخه وتجلب له العار، وأعتقد أن هذا سوء تقدير كبير جدا من الجانب الديمقراطي. أنصار الرئيس ترامب يرونه ملاكا أو نبيا من السماء، يؤيدون كل ما قام به، وملايين يعتقدون أنه هو الفائز الرسمي بالانتخابات الرئاسية. فأعتقد أن الشخصنة التي وجد فيها الديمقراطيون أنفسهم ستضعف من حجتهم بعد ذلك. وكما ذكر الضيف في الاستوديو، هناك أجندة كبيرة أمام مجلس الشيوخ مثل التعيينات الوزارية وكبار المساعدين والمسؤولين، وهي تأخذ أوقاتا طويلة. فأعتقد أن هناك إهدار للطاقة في المجلس التشريعي في هذه المرحلة الحاسمة. الرئيس أمامه 8 أيام فقط على مغادرة المنصب بصورة طبيعية، وأعتقد أن هناك خوف ديمقراطي كبير من شبح ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض.
لا يعرفون ماذا ينوي فعله، هل سيؤسس حزبا سياسيا، هل سيستمر في قيادة الجمهوريين، هل سيؤسس قناة تلفزيونية، لكنه سيكون موجود. وإن اختفى ترامب هناك الترامبية التي تزعجهم أيضا، حيث أنه ترامب استطاع بذكاء كبير أن يجلب إليه أو يجذب إليه الفئة الأقل تعليما والأقل دخلا، والتي كانت تصوت تقليديا للحزب الديمقراطي من عمال المصانع، خاصة البيض منهم. فأعتقد أن هناك أزمة أكبر في الحزب الديمقراطي ونخبته التي لا تعرف كيف تتواصل مع أنصار ترامب حتى اليوم. دعنا نعود للمسألة القانونية، مسألة عزل ترامب وتفعيل المادة 25 أو المحاكمة البرلمانية، لكن في هذا السياق ينضم إلينا عبر الإنترنت من واشنطن بروس فاين، الخبير القانوني نائب مساعد وزير العدل الأمريكي سابقا. أحييك سيد بروس. إلى أي مدى سيستطيع الديمقراطيون أن يحاكموا، إذا صح هذا التعبير، ترامب برلمانيا ومحاكمة تفضي إلى عزله؟ يعني هل هذا وارد من وجهة نظرك أم لا؟ نعم، هذا أمر وارد ليصوت الديمقراطيون ويرفعوا مذكرة اتهام ضد الرئيس، ولدينا أسبوع يفصلنا عن مغادرة السيد ترامب سدة الرئاسة في 20 من يناير. طبعا هذا أمر مهم، لأن المحاكمة النيابية يمكن أن تفضي إلى حرمانه من التالي، أعني بذلك استلام أي منصب حكومي في الولايات المتحدة الأمريكية، بخلاف طبعا تخليه عن منصبه. سوف يحظر عليه بطبيعة الحال الترشح للانتخابات في عام 2024، حتى لو كان هنالك إجراء يتبع يجب أن يفضي إلى مجلس الشيوخ، ومذكرة الاتهام حينما توفر وتمرر في هذا الأسبوع سوف تصل إلى مجلس الشيوخ، وميتش ماكونيل طبعا سيلعب دورا أساسيا في هذا المقام، ولكن الديمقراطيين اللذين انتخبا في جورجيا سوف يرجح الكفة في مجلس الشيوخ، ولكن قد يقلص الوقت للوصول إلى اتفاق لكي يعاد ترتيب جلسة خاصة مع تشاك شومر. وبالإضافة إلى ذلك، حتى لو لم تنتهي المحاكمة بحلول 20 من يناير وسيد ترامب يغادر سدة الحكم، يمكن للمحاكمة أن تستمر في عام 1876. هنالك سابقة قانونية، وزير الحرب استقال في محاكمة نيابية، ولكن المحاكمة النيابية استمرت في مجلس الشيوخ بعد استقالته، لأن لديها اختصاص قانوني بخلاف استقالته، لأن حرمانه ربما من منصب الحكومي يمكن أن تكون غرامة إضافية. لذلك المحاكمة النيابية يمكن أن تستمر حتى لو لم تنتهي قبل 20 من يناير. طيب، يعني سيد بروس، لدي بعض الأخبار العاجلة في هذا السياق، وأريد أيضا أن أستمع لتعليق عليها منك. تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يقول يجب تطبيق حظر السفر على من شاركوا في اقتحام الكونغرس، ويقول أيضا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إذا لم يحاكم مقتحمو الكونغرس فسيقومون بمزيد من العنف، ويقول أيضا لا يجب السماح للمتمردين بالسفر والتوجه إلى واشنطن. هل لدى السلطات هذا الحق بروس فاين أن تمنع من وجهت إليه مصابع الاتهام باقتحام الكونغرس من السفر والتنقل بشكل عام؟ نعم، المقاضاة الجنائية بلا شك سوف تتلو. لدينا دليل إلكتروني ولدينا أيضا شهادات مباشرة من الشهود العيان، ومن الواضح أن جرائم كانت قد اقترفت، تدمير وإلحاق الضرر بالملكية الحكومية والتهديد والاعتداء بالفعل على
أيضا موظفين وأيضا التآمر على التخريب والتآمر على الانشقاق وأيضا التحريض الوصولي إلى الشغب والشغب فعليا في مبنى الكابيتال. لذلك هناك كثير من الجرائم التي اجترحت، ومن أهميته بمكان أن يمثل الجنات أمام المحاكم، بعضهم طبعا اعتقل ويجب أن يعتقلوا. ومن نافلة القول أنه من الأهمية بمكان أن لا نتحدث فقط عن مقاضاة المهاجمين أو المقتحمين، ولكن الرئيس السيد ترامب أيضا، لأنه حرض على التمرد، ليس فقط ذلك ولكنه حرض على الشغب وحرض أيضا على الفتنة والمؤامرة. وبالإضافة إلى ذلك حاول أيضا لي ذراع حاكم جورجيا لكي يفوز المرشحين الجمهوريين، وبالتالي فإن الكارثة وأساسه هو دونالد ترامب، ويجب عليه أن يدفع ثمنا جنائيا شأنه شأن الآخرين الذين لا يجب أن يسموا فوق القانون. أعود إليك سيد ياسين حديد مرة أخرى. البعض يتحدث، كما حتى تحدث السيد المنشاوي في البداية، أن فكرة محاكمة ترامب لن تفضي إلى شيء بشكل أو بآخر، لكن على ما يبدو أن الهدف الرئيس من هذه المسألة هو قطع الطريق على ترامب من أن يترشح في 2024. تعتقد أن الديمقراطيين قادرون على ذلك، على تحقيق هذا الهدف؟ هذا على افتراض أنه بعد تقديم لائحة الاتهام من قبل مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، ومجلس الشيوخ هنا يلعب دور هيئة المحلفين، هنا تجري المحاكمة الحقيقية، حيث يمثل مجلس النواب ما يسمى بالمانجرز أو المدعين، مدعين العامين، ومجلس الشيوخ هو المحاكمة التي تتم. إذا ما انتهت المحاكمة بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، هنا يتم إصدار قرار بالإمبيتشمنت أو العزل، لا تأثير على قرار مجلس النواب على ترشحه في المستقبل، لكن هذا يتطلب تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضائه على محاكمة الرئيس برلمانيا، وهذا ما سيجعله غير قادر على تولي مسؤوليات في المستقبل. فالمحاكمة البرلمانية تستدعي لائحة اتهام ترفع من قبل مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، ومجلس الشيوخ هو المحكمة التي تتم فيها المحاكمة. البعض يتحدث على أن مجلس الشيوخ لن يصل إلى الحد المطلوب اللي هو ثلثي الأعضاء، لن يستطيع الديمقراطيون أن يحصلوا أو أن يجذبوا إليه ما يقرب من 17 عضوا على الأقل، 19 عضوا من الجمهوريين. الاستقطاب الحالي صعب جدا، صعب، وخصوصا طبعا العضوين الجمهوريين وعضوان الجمهوريين الذين فازا عن ولاية جورجيا لن يغيرا في المعادلة الكثير. هم بحاجة، الديمقراطيون بحاجة إلى أصوات كثير من الأعضاء الجمهوريين لأن ينحازوا إليهم ويصوتوا لصالح محاكمة الرئيس، حتى كما ذكرنا يتم القضاء بمحاكمته، وهذا أمر بعيد المنال على الديمقراطيين على الأقل في مجلس الشيوخ. قبل أن أعود للسيد المنشاوي، اسمح لي عودة سريعة للبروسفاين. كنا نتحدث عن مسألة أن المحاكمة من الممكن، يعني الإصرار على محاكمة ترامب على عزله بهذا الشكل من قبل الديمقراطيين سيؤدي إلى الانقسام داخل المجتمع الأمريكي، وهذا خطر بشكل عام. هل تتفق مع هذا الطرح بروس؟ أعتقد ما سيفضي إلى الانقسام الأدهى والأمر هو أن نمتنع عن المحاكمة النيابية. ريتشارد نيكسون ومحاكمته النيابية واستقالته كنت شاهدا عليها، ولم يفضي ذلك إلى دق إسفين بين الأمريكيين، كلا، ولكن عندما تم العفو عنه وعندما سما على القانون وعندما تجنب المقاضاة، المواطنون العاديون جابه ذلك ولم يرق لهم ذلك. الأمة سوف يلحق الضرر بها إذا لم تتم المحاكمة النيابية عوضا عن إتمامها. نحن أمة قانون، ويجب علينا أن لا نتحدث فقط لمصلحة الأحياء، ولكن أولئك الذين قضوا في الموهابا بيتش وفي غيرها من المواقع في الحروب التي خلت الأموات والضحايا.
هذا الوضع لا يمكن التسامح معه، وهذا طبعا مصداق للديكتاتورية للسلطوية، وهذا جلب علينا الخجل والعار وشكك في الانتخابات المنصفة النزيهة الحرة. أكثر من 60 محكمة قضت بنزاهتها، وهذا بطبيعة الحال لم يكن مرتبطا بتينامين سكوير ميدان التينامين، ولكن ارتبط بمبنى الكابيتال، وهذا بطبيعة الحال أفضل الكثير من المشاكل. سيد ترامب وأنصاره قاموا بما قاموا به، وطبعا كان يمكنهم أن ينتخبوا في عام 2024 بحرية، ولكنهم لجأوا إلى العنف، المراهقون وأولئك الذين ينتمون إلى عصابات يجب عليهم أن يقاضوا. وهذا لكن اسمح لي سيد بروس، عفوا للمقاطعة، لكن اسمح لي، ألا تتخوف؟ ترامب ليس نيكسون، ترامب أخذ ما يقرب من 75 مليون صوت، لديه يعني ملايين يؤمنون به كمخلص وليس يعني حتى كرئيس للدولة. فالمسألة هذه المرة أصعب بكثير. هؤلاء من الممكن كما يقول البعض يشعلون الولايات المتحدة الأمريكية، أليس في هذه الحالة الأفضل يعني أن يستكمل الرجل الأيام القليلة الباقية أسبوع ويخرج من البيت الأبيض وينتهي الأمر عند هذا الحد؟ كلا، أنا لا أعتقد أن هذا مقبول، لأنه إذا ما غادر من دون أن يحاكم نيابيا، ما هي الإشارة التي سنوفرها لخلفه جو بايدن أو نيرو أو كليغ أو غيرهم؟ نقول للآخرين يمكنكم أن تحرضوا الناس لكي تعتدوا على مبنى الكابيتال وتفلتوا من العقاب، هذا سوف يجعل خلفه أكثر جرأة، والرؤساء اللاحقين لكي يصبحوا طواغيت، وهذا سوف يرسل أيضا رسالة إلى 75 مليون أو 74 مليون أو أي عدد ولا مشاحة في الأعداد، ولكن سوف يرسل رسالة له مفادها أنه يمكنكم أن تتجرؤوا، يمكنكم أن تجترحوا الموبقات وتقترفوا الجرائم المتعددة، التمرد، تهديد الضباط، وتفلت من العقاب وتضر بالمبتكلات، وتعتمدون على الأدرينالين، هرمون الأدرينالين، وتمضوا من دون حساب. هذا سوف يجعل المتنمرين أيضا جريئين على استغلال الوضع. الطريقة الوحيدة لهزيمتهم من خلال القبضة الحديدية تحت مظلة القانون. أستاذ منشاوي، تتفق مع طرح بروس أن الخطورة الحقيقية على الولايات المتحدة الأمريكية ليست محاكمة ترامب أو عزله، هي عدم محاكمة ترامب وعدم عزله الآن؟ أختلف مع بروس للأسف. أعتقد أن المحاكمة ليس لها أساس قانوني، وهو خبير في القانون بالطبع، لكن لا أعتقد أن أي محكمة أو أي قاضي فيدرالي يستطيع أن يقدم لائحة اتهامات ضد الرئيس ترامب. هو لم يرتكب أي جرم بطريقة مباشرة. هو التحريض على العنف ليس جرما سيد المنشاوي؟ بالتأكيد جرم. لا، هو طلب منهم أن يذهبوا إلى مبنى الكونغرس فقط، لم يطلب منهم الاقتحام، لم يطلب منهم استعمال القوة. وكما ذكرت، المادة الأولى من التعديل الدستوري حرية التعبير مصانة، فلا يمكن لوم الرئيس على رفضه نتائج الانتخابات. هو يستطيع أن يرفض طالما رأى ذلك، ليس هناك أي مخالفة قانونية هنا. يستطيع أن يذهب إلى المحاكم كما ذهب وخسر، ولا يمكن أن يحاسبه أحد على ذلك، على رفض النتائج التي يراها مزورة. هو له الحق في ذلك حتى وإن كان خطأ، لكنه له الحق كمواطن أو كرئيس في رفض هذه النتائج. ولا أعتقد أنه يمكن إدانته أمام أي محكمة على دعوته لأنصاره بالذهاب إلى مجلس يعني سيد المنشاوي، يعني من الممكن أن ترامب لم يقع في خطأ أنه قال لهم ادخلوا، لم يقل ذلك، لم يقل لهم اقتحموا الكونغرس الأمريكي بهذا اللفظ، لكن قال ما هو أبعد من ذلك عندما يشحنهم بهذه انتخابات مزورة، ارفعوا أصواتكم لتصل إلى أعضاء مجلس، إلى أعضاء الكونغرس، لكي لا يقوموا بالتصديق على نتائج الكلية الانتخابية. البعض يرى كل هذا تحريض على العنف. هي منطقة رمادية، وأعتقد أن لا يمكن إدانته أمام القضاء، لذلك
الكونغرس والساسة يريدون إدانته في مجلس النواب والشيوخ وليس الإدانة السياسية. الإدانة الجنائية مكانها المحاكم، والإدانة السياسية التي يريدونها مكانها الانتخابات. فأعتقد أن الفشل في مواجهة ترامب والفشل في جذب أنصاره إليهم خلال السنوات الأخيرة هو ما سبب هذا هذه الحالة التي نحن فيها، إضافة طبعا إلى رفض الرئيس ترامب للممارسة الديمقراطية، لكنها لا يمكن محاسبته عليها، هذا ما أقوله. تمام، هذه نقطة للحقيقة مهمة، أكبر من دعني أخذ فيها رأي السيد ياسين حديد. هي كلام السيد المشاي يقول هناك خلط الآن يحدث من قبل الديمقراطيين، الخلط بين ما هو سياسي وما هو قانوني. الديمقراطيون يريدون في النهاية قطع الطريق على دونالد ترامب حتى لا يترشح ل 2024، هذا هدف سياسي لكن ليس قانوني، ليس من حقهم الآن محاسبة دونالد ترامب. ما رأيك؟ نحن لا نتحدث عن مسألة قانونية هنا، لا نتحدث عن محكمة نظامية أن الرئيس ترامب ارتكب جناية أو جنحة ويحاكم أمام قاضي عادي في محكمة نظامية. نحن نتحدث عن محاكمة برلمانية سياسية، فالإمبيتشمنت أو المحاكمة البرلمانية هي سياسية بامتياز، والدستور أعطى الكونغرس الحق لمحاكمة الرئيس إذا ما خالف، وورد في النص إذا ما ارتكب حتى جنحة كبرى. فلذلك الكونغرس يعطيه هذا الحق، يعطي الدستور يعطي الكونغرس هذا الحق بمحاكمة الرئيس برلمانيا، ولا نتحدث عن محاكمة جنائية. فما لا ينطبق في ينطبق في المحاكم النظامية ينطبق هنا في الكونغرس، ويمكن لمجلس النواب أن يحاكمه برلمانيا كما ذكرنا، إما لقطع الطريق لاعتبارات شخصية وما إلى ذلك، لكن هذا حق مكتسب للكونغرس ولا تنازل عنه. وإذا ما سمح لي الوقت لأن أعلق، حالة نيكسون تختلف عن ترامب. نيكسون الجمهوريون في مجلس الشيوخ هم من ذهبوا إليه، وهو رئيس جمهوري، ذهبوا إليه وأجبروه على الاستقالة وانصاع لهم لأن اللعبة بالنسبة إليه انتهت ولا مناص أمامه إلا أن يستقيل. فمن وقف ضده آنذاك هم الجمهوريون، وذهب رئيس مجلس الشيوخ وهو جمهوري وبمعية مجموعة من الجمهوريين وطالبوه بالاستقالة. الأمر يختلف هنا، الجمهوريون في مجلس الشيوخ لا يمكن أن ينحازوا ضد ترامب بالأغلبية التي انحاز فيها الجمهوريون ضد نيكسون في عام 1974. طيب سيد بروسفاين، ضيفي من واشنطن السيد محمد المنشاوي يقول لا يستطيع أحد أن يقول أن ترامب حرض تحريضا واضحا وحقيقيا على العنف، حرض أنصاره على العنف والدخول إلى الكونغرس، وبالتالي هناك خلط ما بين محاكمة سياسية لها أهداف سياسية من قبل الديمقراطيين وما بين محاكمة حقيقية تصل إلى لب المشكلة. كقانوني تتفق مع هذا الكلام؟ No. كلا، لا أعتقد أن هذا أمرا صحيحا. فكروا في الحقائق التي لا لبس فيها، الجمهور والعصابات التي دهمت مبنى الكابيتول، إذا ما قامت بشيء لم يريده ترامب لماذا أسماهم بالوطنيين؟ ولماذا قال أنهم يتمتعون بالولاء وهم أخيار بينما كانوا يحطمون مبنى الكابيتول؟ ثمة قصص في الواشنطن بوست اليوم تقول أنه كان مهووسا ويشاهد التلفاز ويشاهد الجرائم تتكشف أمام عينيه. هل توقف؟ هل أوقف ذلك؟ هل دعا الحرس الوطني ليوقف ذلك؟ كيفن مكارثي زعيم الأقليتي في الجمهوريين ولينزي غرايم أيضا جمهوري أرادا أن يصل إلى ترامب لأنهما أرادا مساعدته، أرادا أن ينقذهما، وجاريد كوشنر وإيفانكا ترامب ابنته وزوجها لم يستطيعا أن يتصلا به، كان غير مبال. إذن ماذا عن الحالة الذهنية التي كان يعيش فيها؟ كان يرفض الحديث مع الآخرين، حتى محاميه عندما كان يتحدث مع الجمهور أراد أن يشجعهم. وطبعا هنالك استخدام للقوة العسكرية للوصول إلى المعركة للفوز عوضا عن اتباع القوانين المرعية، هذا ما تفوه به. وعندما نضيف ما قاله و
بعد أيام وما حصل من دعوة ترامب للتهديد الجنائي ضد الجمهوري مفوض الانتخابات في جورجيا ليحصل على أكثر من 11,000 صوت لكي يقلب الآية، وإلا فإنه سوف يقاضى جنائيا. فنحن نعلم ما هو مستوى العقلية التي كان فيها. أعتقد أنه ومن دون شك إن القصد الجنائي موجود، لأنه كان متهورا وشجع هؤلاء الغوغاء لكي يصلوا إلى الكابيتول. هذا طبعا تمرد، وهذا فتنة، تحريض على الكراهية، وهذه هي الحقيقة. بروسي، يعني كان هو سؤال الأخير، لكن أنا أريد منك تعليق سريع على الخبر العاجل الذي سأقرأه الآن نقلا عن CNN. مصادر بالبيت الأبيض، محامو ترامب نصحوه بإدانة العنف بعد اقتحام الكونغرس ليحصن موقفه القانوني. مصادر بالبيت الأبيض، محامو ترامب نصحوه بإدانة العنف بعد اقتحام الكونغرس ليحصن موقفه القانوني. تعليق أخير منك بروس على هذا الخبر، تفضل. حسنا، هذا يظهر أن السيد ترامب كان على دراية تامة بما اقترفه، وأولئك الذين دافعوا عن السيد ترامب شأنهم شأن ويليام بار الذي دافع عنه في السراء وفي الضراء وخلال فترة حكمه، وهؤلاء كان يمكنهم أن يروا بالفعل أنه تجاوز الخط الأحمر، وهم توسلوا إليه لأنهم يعلمون أن سلوكه كان إجراميا. أرادوا منه أن يوقف المسألة وينبذ العنف ورفض ذلك، ولكنه بعد ذلك تفوه ببضع كلمات وقال في نهاية المطاف: أنا أتفهمكم، الانتخابات كانت مزورة، ولكنه يمكنكم أن تذهبوا إلى منازلكم بسلام. ولكن لم يأبه أحدهم بما قال، كان ما تفوه به بعيدا عن الجدية. ومحامي قال أنه اجتاز الحد الأحمر، وهذا دليل على أنه يتعين أن يطاح به من سدة الحكم، ويجب أن يقاضى بالفعل بأسرع وقت ممكن. بروس فاين، الخبير القانوني، نائب مساعد وزير العدل الأمريكي سابقا، كنت معي عبر الإنترنت من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ونبقى في واشنطن، وتنضم إلينا من هناك عبر الهاتف الدكتور عبير كايد، الأكاديمية والباحثة في الشؤون الأمريكية. أحييك دكتورة. كان هناك جدل حادث الآن في هذا النقاش ما بين مؤيد ومعارض لمحاكمة أو عزل دونالد ترامب. البعض يقول أن مسألة المحاكمة والعزل ستؤدي إلى مزيد من الانقسام داخل المجتمع الأمريكي، وهو خطر على أمريكا بشكل عام. رأي آخر يقول على العكس، يجب أن يحاكم حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى. يعني إلى أي رأي تميلين دكتورة؟ تحياتي لك. وأولا أنا أميل معني من أعضاء الحزب الديمقراطي وأصوت للحزب الديمقراطي، لكن أميل لعدم محاكمة الرئيس الأمريكي ترامب لعدة أسباب كما ذكرت، وأيضا حتى لا نسمع منه رمزا. دكتورة اقبلي اعتذاري، لكن لدينا إشكالية في الصوت كبيرة يبدو أنها من المصدر. سنعاود التواصل معك مرة أخرى ليكون الصوت أفضل من ذلك. وعودة للسيد محمد المنشاوي ضيفي من واشنطن أيضا مرة أخرى. بعيدا عن الجدل القانوني والسياسي، ألا تعتقد سيد المنشاوي أن دونالد ترامب يمثل خطرا حقيقيا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الديمقراطية الأمريكية جراء كل ما قام به طيلة السنوات الأربع الماضية أم لا؟ نعم أتفق، لكن هو لم يأتي في فراغ. كانت هناك كل الظروف المجتمعية والسياسية والسكانية الداعمة لوصول رجل مثل ترامب بهذه الأجندة المتطرفة لأهم منصب سياسي في العالم وفي الولايات المتحدة، هو منصب الرئيس الأمريكي. ترامب لم يصنع الواقع الأمريكي الذي أتى به رئيسا وكاد يكون رئيسا لفترة أخرى. هو خسر الانتخابات بأقل من 1%، أذكرك وأذكر المشاهدين. فترامب هو ليس المرض، هو العرض. المرض له جذور في الحياة السياسية الأمريكية ببعدها الثقافي والاجتماعي والسياسي والعنصري أيضا. ترامب لم يصنع الواقع القبيح في بعض مناطقه الأمريكية، ولكنه استغله بصورة جيدة.
ترامب ذلك المليونير لم يكن أصلا من المنتمين للحزب الجمهوري، هو كان دائم التبرع للديمقراطيين على مدار تاريخه، وجاء في لحظة تاريخية واستطاع استغلال الحزب الجمهوري ويمتطي مقعده ويكون له الجمهوريون بالولاء حتى الآن. فأعتقد أن ترامب نفسه ليس بطلا، لكنه استطاع واستغل الأخطاء التي وقعت فيها السياسة التركية على مدار السنوات والعقود الأخيرة. طيب، هي عادت إلينا دكتور عبير كايد، كنا نتحدث عن ترامب يحاسب أو لا يحاسب، ما يعني ما الموقف الذي في الآخر يصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية؟ تفضلي دكتور. أشكرك. أولا أنا لا أميل إلى محاكمته، لأن محاكمته على النحو التي قامت به بيلوسي أو الآن مجلس الشيوخ هو أكثر سياسيا ولتسجيل تاريخ أنه ثاني أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة سيحاسب مرتين، وهذا غلط لعدة أسباب. أولا تأجيج المشاعر لدى الشعبويين أكثر، ومن ثم روح الانتقام، وهذا أنا أرفضه لعدة أسباب وغيري يرفضه. لماذا؟ لأنه نحن أمام دولة صوتت 50-50، أي نصف لنصف. إذا نحن بحالة الشارع ملتهب أمريكيا، حتى لو أنت مع الحزب الجمهوري وتنتمي للحزب الجمهوري، لكن أصبح لديك عداء ضد ترامب الآن. وهنا ورأينا هذا ترجمة من عدة سواء سيناتوروهات أو حتى من نواب من مجلس الشيوخ من الجمهوريين. إذا بما أنه هذا الغليان في الشارع الأمريكي وفي حتى في قلب صناع القرار، لا يصب الآن في مصلحة تأجيج أكثر لحتى يتمسك بالفعل بايدن ويعمل على ضم الدولة ويعمل على إعادة كما نسميها reconciliation بين الحزبين وليس إلى تفريق. هذه نقطة هامة جدا جدا. وأكثر من ذلك أنا ذكرتها في لقاء آخر معك، أنا أتصور أنه محاكمته ستؤدي بالفعل إلى انتقام فيزيكلي أو انتقام جسدي وتصفيات جسدية. والآن الـ FBI أثبت ما قلته، ربما كنت أول من قال أن هناك اغتيالات. لماذا؟ لأنه التسلح الذي رأيناه من ضمن جماعات ترامب، الآن ترامب منذ ساعتين يقول هذه أنتيفا، والآن يرددون وراءه أنها أنتيفا، وتعلم من هي أنتيفا. إذن حتى الرواية، ترامب يأتي علينا بروايات لقلب الحقائق، يريد أن يبني كذبة وأن هذه الكذبة تصبح حقيقة كما فعل، قال سرقت الانتخابات. الشيء الثاني، لأنه أصدر أن هذه جماعة أنتيفا من فجرت أو من اقتحمت الكونغرس، إذن نحن أمام خطر ثاني، ألا وهو الآن العداء لأنتيفا أو الأفريكان أمريكان، ووراء هذه الكذبة أيضا بايدن، عفوا ترامب. إذا محاكمته باختلاق كذب أكثر، ونعلم أنه يؤجج الشارع الأمريكي، لا يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي أبدا ولا بأي شيء. وأنا أتصور أنه بالفعل عزله حتى لم يستطيع أن يتمكن منه، لأنه يطول على المستوى يعني المدى الطويل. نعم، هي النقطة. أن أنتيفا المقصود بها حركة محتجين يسارية مناهضة للفاشية النازية ومعارضة للرأسمالية، يعني إلى آخره. البعض يقول أو ترامب يتهم هذه الحركة بأنها هي المسؤولة عن اقتحام الكونغرس. يعني أريد أن تكملي الفكرة باختصار دكتورة بعد إذنك، تفضل. نعم، الفكرة أنه كلما الآن زادت الأمور وكلما زاد الضغط كما رأيت عزيزي على ترامب، وأن عليك أن تستقيل، وهناك من يقول أنه ينصحونه بالاستقالة قبل نهاية رئاسته ب10 دقائق ويعفي عنه بنس، هذه كلها أنا أتصور الضغوطات على ترامب تقوده إلى كذب أكثر وإلى اختراع أكثر. لهذا يتهم أنتيفا، لا يريد أن يقول أن مناصريه والشعبويين الذين اقتحموا الكونغرس هم أتباعه. إذا نحن أمام أيضا كذبة أخرى ربما تكلفنا أكثر على المستوى الأمن القومي، وهذه هنا الخطورة بأكملها. إذا هل ممكن اغتيالات لبايدن، تنصيب بايدن، التفجيرات إلى آخره؟ وهناك من يدعو ب16 شهر إلى مظاهرات مسلحة لأنصاره. هذا كله أعود إلى سؤالك إلى الكور، هل هذا يصب في مصلحة الأمن القومي؟ لا يهمني الآن أنا من يقول الصدق، لأنه نعرف أنه بالنهاية المحكمة العليا قالت كلمتها والانتخابات شفافة، وهو لا يصدق.
إذا نحن أمام وضع محرج على المستوى الأمن القومي وبنفس الوقت للحزب حتى الديمقراطي لاحقا، لأنه يضرر فيه في الانتخابات 2024 لا يصب في مصلحته. شكرا جزيلا الدكتورة عبير كايدة الباحثة في الشأن الأمريكي، كنت معي عبر الهاتف من واشنطن. وفي السياق مشاهدينا الكرام، كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم كواليس عن طريقة تعامل الرئيس الأمريكي التي وصفتها بالفاشلة مع حادثة اقتحام الكونغرس، وكيف ضرب بعرض الحائط بتوسلات أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الذين كانوا محاصرين من قبل أنصاره الذي ارتكبوا أعمال عنف. الكواليس التي كشفت عنها الصحيفة قالت إنها جمعتها من مقابلات مع 15 من مستشاري ترامب وأعضاء الكونغرس ومسؤولي الحزب الجمهوري ومن غيرهم من المقربين من ترامب، وتحدث العديد منهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم. الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ طلبوا يوم اقتحام الكونغرس 6 يناير الماضي المساعدة الفورية لتحريرهم، لكنهم واجهوا صعوبة في الوصول للرئيس الذي تقوقع بأمان داخل الجناح الغربي. وتقول الصحيفة أثناء اقتحام الكونغرس كان ترامب منشغلا بالاطلاع على المشاهد العنيفة للاقتحام، ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولهم إن ترامب لم يحرك ساكنا أثناء الاقتحام ولم يهتم بالاستماع لتوسلات البرلمانيين. وتضيف الصحيفة قائلة الرئيس كان مشغولا بالاستمتاع بالمشهد، وقال أحد المستشارين المقربين إن ترامب شاهد باهتمام وسر لرؤية داعميه يقاتلون بشدة نيابة عنها. وعلى خلفية الأحداث العنيفة خلال اقتحام الكونغرس، قال موقع تويتر في بيان إنه علق منذ يوم الجمعة الماضي أكثر من 70,000 حساب تروج في أغلبها لمحتوى يعود إلى جماعة كيو أنون اليمينية التي تروج لنظريات المؤامرة. وأوضح البيان أن سياساته المتعلقة بنشر ما وصفها بالمحتوى الضار قد تم تحديثها عقب قيام الكونغرس باعتماد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وجاءت خطوة موقع التواصل الاجتماعي الشهير في سياق قيامه بتطبيق قيود على نشر محتوى قد يتسبب في اندلاع العنف مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 من الشهر الجاري. من جانب آخر، تظاهر أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المقر الرئيس لشركة تويتر بولاية كاليفورنيا احتجاجا على إيقافها لحساب الرئيس. ولمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الإنترنت من فلوريدا تيم كونستانتاين، نائب رئيس تحرير صحيفة الواشنطن تايمز. أحييك تيم، ما جاء اليوم في الواشنطن بوست من أن الكثير من النواب كانوا يحاولون في أثناء الاقتحام الوصول إلى ترامب، لم يتخذ أي إجراءات حاسمة في وقتها لإيقاف ما يحدث. هل هذا الكلام يؤيد دعاوى أنه يجب أن يحاسب ترامب على تحريضه للعنف داخل الكونغرس، يجب أن يعزل الآن ولا يكون له أي يعني مستقبل سياسي أم لا؟ كلا، أمر اعتيادي أن لا يصل رجل الكونغرس أو رجال الكونغرس، هنالك 553 رجل من الكونغرس، إذا ما اتصل الجميع به فإن الرئيس لن يقوم بأي شيء آخر، فهذا طبيعي أن لا يصل رجال الكونغرس إليه أو أعضاء الكونغرس إليه أو أن لا يجيب عليهم. هناك أمور أخرى يقوم بها، وأيضا كان يشعر بخيبة الأمل. الأمر غير مرتبط بالمحاكمة النيابية، الأمر غير مرتبط براحة رجال أو نساء الكونغرس، ولكن الأمر مرتبط بوجود جريمة من عدمها. وأعتقد أن المحاكمة النيابية عبارة عن ثأر سياسي من قبل نانسي بولوسي وزملائها. لكن يعني اسمح لي، لم يكن هناك، البعض يرى ذلك، لم يكن هناك إدانة للعنف واضحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل كانت هناك أوصاف للمحتشدين أمام الكونغرس، أوصاف تبدو إيجابية من قبل ترامب لهم يوم 6 يناير الماضي. البعض يرى أن هذا هو عين التحريض على العنف وعليه يجب أن يحاكم. That's not true.
هذا غير صحيح. هو لم يتحدث عن هؤلاء الأشخاص ولم يمدحهم عندما لجأوا إلى العنف. أنا في واشنطن وما قلتموه ليس صحيحا. هو ندد بالعنف والمتحدث باسمه ونحو المتكرر ندد بالعنف. استغرق الأمر طبعا وقتا طويلا عدة ساعات قبل أن أتحدث. أنا أتفهم ذلك وأعترف بذلك، ولكن لم يمدح أولئك الذين داهموا مبنى الكابيتول أو أي من العنف. هذا طبعا غير صحيح. يعني أنت ترى أن ترامب يعني بريء كل البراءة مما حدث يوم 6 يناير الماضي، لا يحتاج حتى إلى توبيخ كما قدم من قبل يعني زعيم الجمهوريين في البرلمان، يعني قرار في هذا السياق؟ أنا لا أقول أنه طبعا بريء 100%. كان يمكن أن يكون أكثر دبلوماسية، ولكن هناك فرق بين الدبلوماسية والإطاحة برئيس من سلطة الحكم. هناك بون شاسع بين هذا وذاك. وطبعا هو لم يدر المسألة على نحو حسن، ولكنه شخصيا لم يطلب من الناس أن يهشموا النوافذ، ولم يكيل المدينة على أولئك الذين داهموا مبنى الكابيتال. ما قلته في السؤال وما قلته في السؤال الماضي غير صحيح. طبعا إذا لم يكن دبلوماسيا هل يتعين علينا أن نطيح به؟ هذا أمر عبثي. نعم، طيب ابقى معي تيم، سأعود إليك بالتأكيد مرة أخرى، لكن في السياق مشاهدينا الكرام، أزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء صورة تجمعه بالرئيس الأمريكي المنصرف دونالد ترامب، كان يضعها في صدر حسابه على تويتر. وظلت الصورة لنتنياهو وهو يجلس بجانب ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض، تحتل هذا الموقع الرفيع على حساب نتنياهو الرسمي كعلامة على العلاقات الوطيدة بين نتنياهو وترامب والذي يتمتع بشعبية في إسرائيل. واحتفظ نتنياهو بصورته هذه مع ترامب حتى بعد هزيمة الأخير في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر الماضي أمام الديمقراطي جو بايدن. وتصدرت صورة أخرى لنتنياهو وهو يحصل على لقاح فيروس كورونا، ولم ينشر أي تفسير على الموقع الخاص بنتنياهو لإزالة صورة ترامب. أستاذ ياسين حديد، هل مطلوب تفسير أم أن التفسير واضح بإزالة نتنياهو لصورة تجمعه مع ترامب من على حسابه على تويتر؟ لا أريد أن أقرأ الكثير في هذا التغيير، تغيير صورتي. ربما هو يريد أن يحض الناس على اللقاح. لكن ما من شك أن المحيطين بترامب بدأوا ينفضون عنه شيئا فشيئا. رأينا عتات الجمهوريين بدأوا ربما يلومونه على ما فعل، بدأوا يعبرون عن آراء لم يكونوا ينطقوا بها قبل ربما شهر أو أكثر من ذلك. رأينا صحفا تتخلى عنه، شركات تتخلى عن التبرع للحزب الجمهوري ولترامب تحديدا. رأينا كثير من التداعيات، وهذه أشبه بكرة الثلج، أعتقد أنها لن تتوقف. وشيئا فشيئا أعتقد أن ترامب كشخص سيتلاشى وسيضمحل الاهتمام به شيئا فشيئا كما ذكرنا. الظاهرة الترامبية ربما تستمر، وربما يكون هنالك شخص آخر يحمل الشعلة بعد ترامب ويواصل هذه الظاهرة. لكن ترامب لا أراه سيكون كشخص فاعلا في المستقبل المتوسط على الأقل. سيد المنشاوي، تتفق مع طرح السيد ياسين حديد؟ لن يكون لترامب مستقبل سياسي؟ سيخرج ترامب آخر يعني يحمل الشعلة، لكن ليس دونالد ترامب الحالي. لا أستطيع الجزم، لا أحد يمكن أن يعرف ما يدور في ذهن الرئيس ترامب، لكن شعبيته ستستمر بين الفئات التي صوتت له حتى بعد ما جرى يوم 6 يناير. وأعتقد أيضا أن ابن ترامب الأكبر وبنته أيضا لهم طموح سياسي، والآن اسم ترامب أصبح براند، أصبح ذو إرث سياسي كبير في الولايات المتحدة. حتى وإن اختلفنا معه أصبح مثل آل كلينتون أو آل بوش في السياسة الأمريكية أو آل كينيدي أيضا. فأعتقد أن ترامب إذا أراد أن يستمر في الحياة السياسية سيكون له باع طويل، سواء كان في الحزب الجمهوري أو اختار تأسيس حزب يميني خاص به. ممكن أن يصبح مثل ماري لوبان في فرنسا، يخسر الانتخابات الرئاسية لكنه يظل لاعبا هاما جدا في الحياة السياسية الأمريكية.
تيم كونستانتاين، توقعاتك لمستقبل ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض ماذا سيكون؟ ليس لديه مستقبل سياسي. منذ 4 أسابيع أو 6 أسابيع كنت على المباشر، والسؤال كان هل سيكون زعيم الحزب الجمهوري بعد سنوات؟ وقلت حينها كلا. هذا الرئيس أو حتى الرئيس المشهور عندما يغادر سدد الحكم فإن نفوذه يضمحل على نحو درامي. باراك أوباما طبعا كان مشهورا، وبعد مغادرته سدة الحكم اضمحل نفوذه أو قل نفوذه. لذلك عندما يكون هنالك رئيس غير محبوب كترامب فهنالك بطبيعة الحال اضمحلال لنفوذه بلا شك. لا أعتقد أنه سيكون لديه ثقل. بول راين أو تيد كروز أو آخرين ربما سوف يشكلون المعيار الأساسي لرسائل الحزب الجمهوري، ولكن ليس ترامب. كلا. تيم كونستانتاين نائب رئيس تحرير صحيفة الواشنطن بوست، كنت معي عبر الإنترنت من فلوريدا، شكرا جزيلا. كما أشكر ضيفي من واشنطن عبر الإنترنت السيد محمد دال من شهوي الكاتب الصحفي، وبالطبع أشكر ضيفي في الاستوديو السيد ياسين حديد الباحث في الشأن الأمريكي. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، مسائية مستمرة بالطبع، لكن بعد فاصل قصير فيها باقي فقراتنا وهي كالتالي: انتقادات واسعة لتصفية شركة الحديد والصلب، اتحاد عمال مصر يرفض الخطوة ويقول إن الشركة كانت درعا للوطن. امتلاك العقارية أسلوب جديد